اللي هي هم كلهم عملوا كده برضه، هي احزاب كده خلصتها لمجرد انك تخلص او خلاص. والدي والدتي ولازم يبقى معاك شهاده، انما انا من وانا طفل وانا عايز ابقى ممثل. وحتى قلتها كذا مره، كان الفنان العظيمه زوزو حمدي الحكيمه الله يرحمها كان ليها يد في التاخير، ان انا ما ادخلش وانا صغير. قالت له هي بنتها انتيمه امي والله، فقالت لوالدتي هيضيع. زوزو نفسها هيضيع لو دخل المجال ده، هيروح منك واخلاقه هتروح. فامي خافت، امي خوافه في الحته، كان عندها ولدين وهي حياتها الولدين. يعني انا غالبا الوحيد اللي اتولدت وعشت طول عمري في الزمالك ومش عضو في نادي الجزيره، عشان اتقال لامي ده هناك في حاجات وحشه وفي مخدرات في نادي الجزيره. طبعا ده مش مفيش عضويه، مش صحيح طبعا. هو اتقال لها كده، هي خافت، مفيش عضويه. وانت بقى انت عضو في نادي الزمالك، تقول انت ايه جبت ده ورث. انا مولود في الزمالك وانا في حي الزمالك. ما انا بقول لك انا غالبا الوحيد اللي اتولدت في حي الزمالك وعشت اتولد في حي الزمالك ومش عضو في نادي الجزيره. ومش طبعا بتوع الزمالك كلهم اعضاء في نادي الجزيره يعني معظمهم. فاللي هو كان هي والدتي كان ليها وما زال يعني هي تخاف علينا قوي 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 يعني. نفس الحاجه سمعت من تتا، كنا بنقول لها تاتي زوزو. سمعت من تاتي زوزو ان ابنك هيضيع، يبقى لا مفيش. رغم ان استاذ عاطف سالم وناس كبار اسامي كبيره كانت اصدقاء لوالدي، بحكم ان هو عنده معرض موبيليا والناس بتشتري منه، يعني عنده علاقات جامده قوي. فتركنت اعرف، جيت بعد كده فتره معينه من غير ما احدد، يعني كان المفروض برضو هدخل التمثيل، وكنت في علاقه كده كان احد شروطها ما تدخلش التمثيل، فتأخرت تاني. لا ده قالت لي ما تمثلش. لا حاضر. دي قصة تانية بقى. فتأخرت تاني. لحد ما خدت أول فرصة. مع إنه بدأ في الحكاية قال لك أنا عندي. وبقى واضح دلوقتي إن هو إيه في بالعند دوت بيروح أمام حاجات معينة.